صباح الخير، هنبدأ اليوم محاضرة يوم الأربعاء الموافق 25/3 في مقرر إدارة الاستثمار. هنتكلم اليوم عن الفصل الثامن صناديق الاستثمار. بداية بنشوف إيه هي أنواع صناديق الاستثمار. نجد إن أنا عندي 4 أنواع رئيسية. وفقا للهدف يتم تقسيم صناديق الاستثمار وفقا لتشكيلة الأصول، وفقا للمجال الاستثماري، ووفقا لهيكل رأس المال. لما نشوف صناديق الاستثمار وفقا للهدف، نجد ان انا عندي صناديق النمو. في هذا النوع من الصناديق يكون هدف الصندوق هو تحقيق نمو متزايد في قيمة رأس المال، بمعنى تحقيق نمو رأس مالي في قيمة رأس المال. هذا النوع من المستثمرين في هذه الحالة لا يرغب في العائد الدوري بقدر ما يرغب في تحقيق نمو رأس مالي ومكاسب رأس مالية من قبل إدارة الصندوق، وبالتالي يرغب المستثمر في هذه الحالة إلى الاستثمار في الأسهم العادية ذات معدل النمو العالي. صناديق النمو ذات المخاطر، وتشترى هذه الصناديق غالبا في أسهم الشركات الصغيرة غير الموسمية، الأسهم ذات السعر المرتفع والإيرادات المتعددة، والأسهم ذات السعر المتقلب بشكل كبير. صناديق الدخل، تركز هذه الصناديق على الدخل الدوري. الاستثمار فيها يكون في الأسهم والسندات ذات الدخل المرتفع، تبحث عن مستوى عالي من الدخل الجاري.